عايزه اكلمكم في موضوع خطير. طول الوقت احنا بنسمع عن عالم غامض، عالم سري، عالم مرعب، عالم مشبوه، اسمه ايه بقى؟ خدوا بالكم لانه واضح ان احنا يعني الموضوع ده هنتكلم فيه كتير الفتره الجايه، اسمه الدارك ويب. الشبكه السوداء، الدارك ويب، الانترنت العميق اللي كل ما تعمق او تتعمق فيه، كل ما تغوط فيه هتلاقي جواه سواد وسواد. بنسمع بس ان الدارك ويب هو اللي بتحصل فيه جرائم التجاره في البشر، في الاعضاء البشريه، تجاره المخدرات، السلاح، اتفاقات العمليات الارهابيه. كل ده كان سماعي لحد ما صحينا على جريمه بشعه في عقر دارنا، في حي شعبي اصيل هو شبرا الخيمه. ضحيتها طفل مصري، راح ضحية الجريمة دي، جريمة قتل بشعة فيها تمثيل بالجثة بتاعته وفيها تجارة الأعضاء. القصة وما فيها أنه مراهق مصري تاني عايش في الكويت، عنده تقريبا 15 سنة، دخل على مواقع الدارك ويب وعرف أن في نوع من أنواع الفيديوهات مطلوبة بيدفع فيها فلوس، وهي جرائم القتل الحقيقية المتصورة. الخطير ان الطلب اكتر على فيديوهات قتل الاطفال، تقطيع اجسامهم حته حته لحد الموت، والتمثيل بالجثث وقطع الاعضاء الحيويه قدام الكاميرات. الفيديوهات طبعا دي بيطلبها ناس معينه، بيدفعوا فيها فلوس كتيره وكتيره قوي كمان. ناس مرضى بالشهوه الدمويه بتحب تشوف منظر الدم، وكل ما تكون الجريمه حيه بتحصل قدام عينيهم يكون افضل. مفيش عندهم ولا شفقة ولا رحمة ولا أي حاجة، شياطين متخفيين في أشكال بني آدمين. اللي حصل إنه في اللي حصل في شبرا إنه المراهق المصري اللي عايش في الكويت تواصل مع واحد عايش في شبرا عنده 22 سنة، قال له عايزك تقتل طفل هتاخد 5 مليون جنيه بس بشرط تتصور الجريمة وتقطع الطفل وتنتزع أعضائه على اعتبار إنها جريمة في تجارة الأعضاء. طبعا القاتل طمعا في الفلوس، فضل بقى يمثل دور الصديق على ضحيته لحد يعني ما طفل وثق فيه، طفل غلبان من جيرانه، صاحب عليه وتصور معاه صور سيلفي وبعت الصوره للمراهق ده اللي في الكويت اللي عاين البضاعه وشاف الضحيه ووافق على الجريمه واتفقوا على كل حاجه. الجريمه حصل جوه شقه في شبرا والفيديو اتصور لايف واللي بيتفرج اتفرج. ولما القاتل طلب فلوسه اتقال له لازم تكرر الجريمة عشان تاخد فلوسك. يعني كان هيبقى مسلسل دموي ملهوش نهاية. لكن الحمد لله بعد 4 أيام من الجريمة، الشقة اللي كان فيها البقايا بتاعت جثة الضحية طلع منها ريحة، الجيران بلغوا، جت الشرطة حققت، قبضت على القاتل اللي كان هربان في البدرشين واعترف بجريمته. تحية بجد لرجال الشرطة المصرية. التحقيقات كانت في البدايه ماشيه في سكه تجاره الاعضاء، بس بعد ما القاتل اعترف ان المحرض على الواقع مراهق مصري عايش في الكويت، اداره التعاون الدولي في مكتب النائب العام نسقت مع الجهات المختصه في الكويت والانتربول الدولي واتقبض على الواد ده هو وابوه وترحلوا على مصر. وكانت الكارثه في اعترافات المراهق اللي قال ان الجريمه ما كانتش تجاره في الاعضاء وان هدفها هو تصوير جريمه القتل والتمثيل بالجثه اللي بتتصور، ولما يبيعها بيكسب من وراها الفيديو ده يعني ملايين الملايين. الخطير ان المحرض اللي عايش في الكويت اعترف انه عمل كده اكتر من مره بغرض تصوير منظر الدم، مشاهد القتل والتعذيب والتمثيل بالجثث والذبح على الهواء مباشرة، واللي بيدفع فيها مبالغ كبيرة. احنا الحقيقة بقينا في مرحلة مش مفهوم لها ملامح خالص، ربنا يسترها. اعتقد ان احنا دلوقتي بقينا مطالبين بالتصدي للنوع ده من الجرائم والدخول على الدارك ويب بقوانين جديدة، قوانين صارمة وإيديها تقيلة قوي على كل منحرف حقير.